10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن ينتصر في هذه الأمسية. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعطير التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم العراق أمام منتخب تايلاند ضمن مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 عام. المباراة على ملعب استاد الجنوب في مساء اليوم في الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق. المباراة منقولة على شبكة القنوات السعودية والقطرية. المعلق فهد العنزي والمعلق محمد المبروكي. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن ينتصر في هذه الأمسية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.